منورين طبعا في فرع نادي الاهلي الشيخ زايد. مشروع المسجد بصراحه من احب المشروعات لقلبي وللنادي، لانه بيت ربنا طبعا زي ما انت حضرتك عارفين. هو المشروع ده كمان جميل زي ما انت كده حضرتك شايف، هي منطقه كبيره، هي مش مجرد مسجد، هي مسجد بمنطقه ملحقه بيه للناس تصلي خارج المسجد، بمنطقه جلوس اعضاء ربط مع النادي. كل دوت بيحدد ملامح الفتره الجايه بقى، احنا رايحين الفتره الجايه نربط المرحله الاولى بالمرحله الثانيه. كانت البدايه المسجد والمنطقه المحيطه به هي اللي تبدا تربط مع المرحله الجايه ان شاء الله. هو مشروع جميل، وكان يعني من المشاريع الجميله بالنسبه لي ان هو طلع بسيط وغني في نفس الوقت، وانا سعيد جدا بان انا كنت احد افراد الناس اللي ساهموا في بناء المسجد. هو نفس روح مسجد الخارجيه بالظبط، الاضافه اللي جايه فيه هي المنطقه اللي خارج المسجد، منطقه اكبر بكتير، منطقه المغطاه بالتينت اكبر، عشان المساحه هنا عندنا كان في عندنا حورين نشتغل شايف مساحه. كابتن محمود طبعا مش عايز اقول لك احنا بقالنا فتره يعني ايه شبه يومي كده جاي صبح ظهر بالليل، ايه الاخبار عملتوا ايه. هي الفتره الاخرانيه كانت فتره تركيز جامد قوي، عشان احنا كان في هدف لمجلس الاداره ان يفتح قبل رمضان، شهر رمضان، وربنا كرمنا الحمد لله قدرنا نفتح قبل رمضان. الكابتن بيدق في كل التفاصيل اول باول، حتى الزرع، الزرعه دي هتعمل ايه، طب دي هتفتح ايه، طب دي هتظهر ازاي، كل التفاصيل من اول ابسط حاجه لقد اكتر حاجه هو متابع معايا. وبصراحه هو مدينا دعم قوي جدا، خلي بالك وجوده، وجود اعضاء مجلس الاداره بيدي دعم للناس اللي شغاله، حاسه ان نفسي في ناس مهتميه بيهم وفي ناس بتتابع تفاصيل شغلهم، ده بيؤدي النجاح. يعني احنا النجاح مش فرد، هي مجموعه متكامله. فالكابتن محمود ومجلس الاداره وجميع الاداره التنفيذيه والاداره الفنيه توصلك النتيجه اللي شفتها النهارده، دي مش نتيجه شخص واحد ولا لا خالص، ودي ميزه النادي الاهلي بصراحه. انا كل مره باكد معاك يا فاروق ان النادي الاهلي هي منظومه ومؤسسه بتدرس، بدليل انت بتعمل كل الانجازات، عمال تفتح مشاريع في ظل ضيقه كورونا، بتفتح مشاريع ازمه اقتصاديه، بتفتح مشاريع، ده ما يجيش من كده، لا جاي من دراسه وفي ناس بتديك دعم انك تنجح. فدي اكتر حاجه مخليه الواحد مبسوط وسعيد، شغله انت فرحان دلوقتي لما الاقي الناس اللي هم مش اعضاء في النادي ويلاقوا الصور دي على السوشيال ميديا ولا قناه الاهلي، نادي منظم، نادي بيخطط خطه انشاءات بيشتغل عليها، مش مجرد حاجه عشوائيه النهارده جامع، لا 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 لا، احنا عندنا مشاريع هتعرفوها طبعا بعد قناه مجلس الاداره، مشاريع عملاقه لحد اخر الدوره دي، هي موضوع متكامل. فطبعا الاعضاء لازم هتيجي تشارك، عندك منظومه ناجحه في نتائج على ارض واقع مش كلام، انا ما بقولش انا هعمل كذا، لا انت بتيجي تسجله معانا في نص المشروع ثلاث ارباع المشروع بعد كده نيجي نفتح، كل الكلام ده بيبين قدام العضو، فبيديك مصداقيه ان الناس تيجي تشارك عندك، وكل يوم انت عندك جديد وعندك الاحدث، انت بتشتغلش على حاجه قديمه. يعني احنا مثلا ضهرنا صاله الجمباز على احدث مستوى، مجمع الاسكواش نفس الكلام، فانت شغال على احدث حاجه، مش مدي فرصه ان حد ايه يفكر اشترك ولا ما اشتركش، لا ده انا اجي اشترك. وكمان النادي الاهلي كمان فهي مجموعه حاجات مكتمله، الانشاءات بتساعد طبعا في ان العضو جاي هيلاقي خدمه ليه ولاولاده ولاد ولاده بعد كده، فلازم يجي يشترك بعد المنظر ده. حد طبعا والاله طول عمره كده على فكره، مش النهارده بس، طبعا الدورتين دول كانوا تقال شايف الانشاءات، يعني كان فيهم لا تقال في حجم الشغل بصراحه، كان حجم شغل كبير قوي، يعني احنا 6 سنين دلوقتي، لا شغل كتير قوي قوي، احنا ما بنلحقش. يعني احنا النهارده احنا خلاص النهارده، بكره هنتكلم في، هتعرفوا التفاصيل طبعا من قرارات المجلس في اللي جاي، هنفتح ايه اللي جاي، طب عندنا نعمل ايه، طب عايزين فلوس قد ايه. اول حاجه زي ما قلت لك في بدايه الحديث معاك ان المساحه دي هي اكبر مساحه مسجد في افراد كلها، يعني عدد المصلين اللي هيصلوا ان شاء الله باذن الله في المسجد والساحه اللي بره والجزء المتغطي بالتند 1030 مصلي ما بين رجالي وحريم، وده مش موجود في اي فرع، حتى فرع التجمع الخامس هو الجامع، هو الجامع، لكن الجزء الخارجي اللي بره مش كبير. هنا الجزء الخارجي اللي بره مدينا مساحه ان احنا نصلي في مساحه وفي تند سواء كانت للرجال او للسيدات، وتند متحركه بتنور حاجه على احدث مستوى، اتمنى تصوروها بعد ما تخلصوا معايا. فالمكان ده لا مكان يعني يليق باعضاء الشيخ زايد، ان هم مساحه كبيره والاعضاءنا كتير. اللي جاي في حاجه طبعا في قرار قديم انتوا سجلتوا حمام السباحه ان شاء الله، حمام السباحه شغالين فيه الحمد لله، الحمد لله بقوه جدا، هيبقى حمام السباحه ومنطقه الاكوا، ودي برضو زي ما عملنا في التجمع الخامس ولقت يعني قبول غير طبيعي من الاعضاء هناك، فهنعمل الاقوى هنا وفي اقوى تاني للكبار في منطقه بقى الربط اللي ورانا اللي هي ربط مرحله الايه الاولى بالثانيه، هي فيها منطقه جلوس اعضاء ومنطقه الاقوى ومنافس خدميه، ده الجزء الجديد اللي جاي، بس تفاصيله وكل قراراته هتسمعوه من قرار مجلس الاداره النهارده المفروض او الجلسه اللي جايه. الفتره الجايه فيها ايه، فيها حجم شغل طبعا كبير جدا، يعني اعضاء النادي يستحقوا هذا الكلام بجد،
هم الناس بصراحه الاعضاء كلهم في افرع كلها هم حتى لامسين انتوا هتعملوا ايه وبدي بيجي لك ايه هتفتحوا امتى في مشاركه ما عادش موضوع عضو جاي يقعد ويمشي لا ده جاي يشارك معاك انا زي كان امبارح كله جاي الدنيا نورت جايين يخشوا سمعوا الاذان بيأذن ايه ده هنصلي في مشاركه من الاعضاء ودي حاجه بتسعدنا كلنا بصراحه بص انا فرد من ضمن مجموعه افراد من اول الشخص البسيط لحد اعضاء مجلس اداره احنا مجموعه متكامله كلنا بنجتهد وفي الاخر تطلع نتيجه مشرفه الحمد لله خلي بالك خلاص مشروع خلص زي ما قلت لك زي عادة الكابتن خلص نقفل يلا بينا على اللي جاي ربنا يكرمكم اتمنى نسجل معاكم كتير عشان نفتح مشاريع كتير وربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله شكرا لكم.